ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وطبعا المنيو بتاعنا النهارده يمكن انا بتكلم عن بعض التفاصيل فيه عشان نوضح لحضراتكم، لان مهم جدا ان احنا نطلع الحاجات اللي في الثلاجه واللي في المطبخ ونبدا نشغلها. ولكن حضراتكم عايزين تعرفوا ضيف النهارده. ضيف النهارده مذيع متالق ناجح في عمله، بيجتهد ان هو يوصل لهدفه، ودي حاجه حلوه. ممكن يجرب في حاجات كتيره ويشوف هو ناجح في ايه ويجرب فيها ويمارس فيها عادي. مذيع متالق بتشوفه في نشره الاخبار، ودايما موجود على شاشه القناه الاولى. معايا الاعلامي الاستاذ مصطفى ميزار. استاذ مصطفى اتفضل. مساء الخير يا شيف، ازيك؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ كل سنه طيب. عامل ايه؟ وحشتنا. اتفضل. رمضان كريم. ايه الالوان الحلوه دي؟ دي الوانك انت وعينيك الجميله. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحشتني يا شيف والله. الوان العيد، بهجه العيد وهو داخل. ما خلاص بقى، احنا خلاص كلنا اسبوع ونعيد ونحتفل بعيد الفطر المبارك. وبعدين احنا الايام دي عندنا اعياد كتير. صح كده؟ الحمد لله رب العالمين. عيد العمال، عيد شم النسيم، عيد اخواتنا المسيحيين، عيد الفطر. اسبوع الاعياد. اسبوع الاعياد. سبحان الله. كل سنه وانت طيب يا شيف. كل الشعوب بتعيد. وحشتنا والله. حبيبي يا درش. عامل ايه؟ قول لي بقى المطبخ بالنسبه لك ايه؟ المطبخ؟ المطبخ بالنسبه لي حياه، انا بحب المطبخ كده. لا بجد؟ اه والله. يعني ممكن تخش المطبخ تعمل سفره كامله؟ كل يوم. كل يوم؟ اه لازم. يعني انت بتخش المطبخ في البيت؟ اه. تعمل فطار؟ بعمل فطار، بعمل غدا، بعمل عشاء، بعمل كل الاكل اللي ممكن تتخيله. تساعد الوالده؟ بساعد امي، بساعد اختي، بساعد البيت. انت عندك دور مهم جدا. ده دور اصلي ودور اساسي. لا والله. والله. حلوه، ما بتمليش. وعن قناعه على فكره، ما هوش داخل بحب يعني. يعني هو الدور لو ما فيش تشارك في الحياه في كل حاجه مش هيبقى فيه اللي انت ممكن تتخيله. وده حلو. اه ده طبعا ده طيب مهم جدا. دورك النهارده، عندي النهارده في الاستوديو بتاعي عندنا شويه مشتريات. معانا لحمه. انا شايف كده حاجات كتيره حلوه قوي شكلها، يعني دايما النظافه والشياكه اللي بشوفها في المطبخ بتاعك يا شيف بصراحه بتخلي الواحد كده مبسوط، وده اهم شيء بيميز مطبخنا في القناه الاولى بصراحه. يعني حبيبي يا مصطفى،